اوه بيسام، اقول لك يا اخي عندي مكيف خربان يطلع هو حار. انا اشوف في دبع بس هو حار، يمكن يباله غاز. الاخ مواطن داوم هنا يعني؟ داومي من يوم صغير، احب الميكانيك ودرس ميكانيك وفتحت مشروع الحمد لله. ما شاء الله يعطيك العافيه. عافيه يخليك. يبالها شغل ساعه بس بدل لك الغاز، خلي عندي ساعه وارد لعب. بس ان شاء الله. طيب تعالي بني. طول عليك ان شاء الله، بس تقدر تقعد داخل نص ساعه ساعه شوف يكون مخلص. لا ما علي، انا ربعي ترى بروح اتغدى ومن خلص ما عليك كمر حطه في المحل التلميع اللي جنبي. التلميع؟ اوكي يعطيك العافيه. يا معلم مرحبا شباب تفضلوا. عندي هلا والله. عامل ايه يا اخوي؟ خير عم يشتغل هني؟ نعم واضح. الله يعطيك العافيه. زين يا اخوي طبعا عندي مندي، عندي مدبوس، عندي كبسه، عندي برياني. بطلب مندي دياي. اي سوف. اثنين مندي دياي وعطنا بعض. 10 دقائق بكل جهاز ان شاء الله. شوف مستغرب. بالعكس عادي ليش لا؟ يعني لو كل الناس قدامهم مكاتب منو بيشتغل في هالاشغال؟ منو بيسكر هالاماكن؟ بالعكس نحن اولادها عادي خليك ايجابي. صح كلام ليش لا؟ ان شاء الله يا اخوي اليوم خالد المحل اجيب ما شاء الله حصل مواطنين شغالين فيه. صراحه انا شخص حبيت استغل هوايتي واستغل وقتي والشغل مو بعيد طالع معك. يعطيكم العافيه صراحه. يا مرحبا فيك، حياك الله يعافيك. ترى مو بعيب الواحد يشتغل يا اخواني في بلاده يخم. لا والله بكمل، اسمح لي بكمل. مو بعيب واحد يشتغل في بلاده يسوق تاكسي، وخاصة إذا كانت مناسبة. إذا في شيء اسمه إكسبو ونحن قاعدين نعرض للعالم والعالم كله موجود عندنا في دولة الإمارات، لازم نظهر للعالم مو بالمبنى اللي موجود، الإنسان اللي موجود الإماراتي ومعدنه شو.